خلال فترة البرنامج تعلمت ما يعنيه أن تكون طبيباً، أن تنظر لجسد الإنسان وهو سليم ومعافى، وأن تنظر له كجسد فيه اختلالات أو أمراض، وتبني تحليلك وخطتك العلاجية عليها بطريقة علمية وبنظرة طبية. ابتدأت رحلتي مع موهبة في الصف الثالث ابتدائي بدعم من والدي حفظه الله، وخلال التسع سنوات هذه اللي قضيتها مع موهبة كنت طالبة في البرنامج الأولمبياد الدولي للعلوم. خلال أيضا التسع سنوات هذه في كل صيف كنت أحضر البرامج الأكاديمية الصيفية والثرائية والمهارية والأكاديمية، وأيضا شاركت في الأولمبياد الإبداع للأبحاث العلمية. كان لبرامج موهبة تأثير كبير علي، خصوصا أني طالبة في مدارس حكومية ما أزاحت لي فرص كثيرة مثل باقي زملائي. فوجودي اليوم أنا كطالبة موهبة عرفني على زملاء يشاركوني اهتماماتي البحثية والعلمية وحبهم لتطوير ذاتهم، خصوصا أني المشاركات العديدة في البرامج هذه خلتني أعرف أنا إيش يناسبني وإيش ما يناسبني. فوصلت المرحلة أنا كطالبة ثالث ثانوي أنا عارف أنا إيش أبغى في المستقبل بإذن الله. يعني أبغى أكون طبيبة. تعرفت على الجامعات، البرامج العلمية المتوفرة لي، إيش الاختيارات اللي تناسبني، ومن هنا أنا قدرت أحدد أني أبغى أكون طبيبة في جامعة الملك سعود. طموحي في المستقبل بأني أكون طبيبة أنفع وطني وبالخبرات والأشياء اللي تعلمتها على مدى السنين. رسالتي لجميع الطلاب لا تترددوا في أخذ المقياس، لأنه بيفتح لكم أبواب أعجز عن وصفها وبيساعدكم تتعرفون على ميولكم وإيش تفضلون كأشخاص. موهبة حيث تنتمي.